العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الغفلة. بعذر سجمع الغفلة غفلة وما هو الدوهنانت قفوا نسكت دوهنية ها رجي هرب الصوفية دي هرب أي ودن كان دين تاو آد كأوذي أي وحا حل حيس أولها وحي رجرين تنبهوا يا نيامو تنبهوا يا نيامو أما عليكم رقيب ساس اسكو يو رجرين وكي حلقة لها يدرس تسكو يبا تنبهوا يا نيامو تنبهوا وكو وردو توصح توصح بيو رجرين أما عليكم رقيب رحمانكم يا نويذن إليك يا رجرين بقاسي نيد اسكو بسجرين كتبتي طلبنا يا علمي طلبنا يا عبادتي وكعي تنبهوا يا نيامو أما عليكم رقيب وضد الغفلة قفكوا يسأمنه ويهذا حبك هام مقرنا وحول بوي كوتو سيهن وأتكتا قفكوا دو مر اسم هذيه خرج كيس وقبع قفكوا دائما وإنه بروار هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة كعنتي مديا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله كعنتي لقتي ذي مديا هذي الجنة قشه آمن ما يبين لقته إذا بريح إني قش لا يأمن مكر الله إلهي إذا قرتي سيا مكر إلهي يا كن نبض قلب أكاسوك بقى يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قفوا يا اسم هذين نبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابة دي سكمل ذو كقر صدي سرت رجي منافقين تهاي مساجد كدع في مدعو ذو شاك مركاسو يرقى هكتو كنو حتى هذين انتهى سيدنا عمر بن الخطاب حل جيسي مذو خليفة المسلمين بالمغرب أفكر نفتي سادة جاء أورا وسير هذا تلو حقيته أنا غفل ذي أرى إنه ودع سيدنا عمر وابقي وحسيدنا عمر كبقي سديته كان يبو كجرو رضي الله عنه وأرضاه الفاروق قاسوي تهبين ود سيبير أناشدك الله والرحم إلهي بك ولا شيء تلني ما راح هو الجيسي كم النبي محمد منافقين تكل شيء قال مياه كم إذا هيعرف هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسوكي مسرت النبي محمد بن دون سيدنا فافي بقاسي أقول أشهدك الله إلهي بقول أشهد النبي محمد كم كم شيء ما هي المنافقين تمك بقاسي ما كم جرت عند بنا وشيء ما يرضى يقطع يقطع عمر بن الخطاب وسمين جرب وقف مصري لكوجي يوم المدينة صحابي قال الباقي سوف لسجين هدو كنت كن عمر وكنت كن جري هذا أنا كنت كن عمر وكنت من جري وكنت الغفلة غفلة ذو حويا وحنا اسم هذه سب ودسم ودين وحول بينيها تمام إلى المحيط ولا إلى يكون تحي أو حتى في الصلاة حديثك صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه الله وقال يا ابن آدم إلى ما تلتفت أنا خير من التفت إليه حتى صلاة صادق قفلت هذا عند الحيون النبي هذا صحيح أول الحيون الضونك إلى هيك مزول إنه الضونك حقي سأسو جيد مركو صلاة أتوكس الله أكبر أتلاهي الله مقبل عليك كزول المال ما لم تلتفت هذا أنا أذق جيد سن علماء ما كي شرح يد محيلة الجسد هو الله بابا جسد مادي أهي مد معنوي أهي إن الجسد هو هذا على التفات أصوامت لبا إن قلبي كجيت ستيت هذا هو إسكت هاي غير الملك أصوام من عضو الملك أنا تجمع من عضو يا ريان بس من عضو والله هو يقول عضو أنا بب سبحان ربك تلتفت يب لا يزال الله مقبلا على العبد كما ذو الرحمن سبحانه صلاة مركة كجرت إنه إلهي حقا قال سبحانه وتعالى إياه ما لم يلتفت العبد هذا هو الضوء سبحانه حنك جر ورجيت سني جيت سني ما بضع بعد مركة إن جيتو قبل ذي أتكج جيتتي أما إن هاي إعراض كي خشوع يا خشية ذي أتكج جيتتي مركز فإذا التفت حدو الضوء جيت سده وغفلتي أعرض عنه إلى هاي استوى كج جيت سبحانه وتعالى إلى هو هنا كج جيت يا رب العالمين يا أكرم من أكرم قال مقص إلى هاي هذا يا ابن آدم وريع إلى آدم يا ما تلتفت حال إيه جس ما كان يا ابن آدم إلى ما تلتفت بحال إيه جسائك عمقا أنا ميتمت بحول بوات كتمت الله أكبر ما تمت إلى ما تلتفت
محال هريره كيجا قلبي على محمد ميسي الى ما تلتفت انا خير من التفت اليه عند اجيت انا خير من رحمك يا رب سبحانه اعطوك اي بات هذا ودي جيت سلسا وانا مقبل عليك ها كسوقات مدح لا ما انت اللي شيء من هتو كو يرو ما مدح حقا كرتا ها هذا الدو واحد دون سيدي سو ما تقول له تلوم حورا ورقد ميكو ميكو مقعابي ها هتو سرك عواد سرك هتو حتى رباص وانا رباصي سو ما ليش حب حيبا الدو يبا دون سا حسبي الله ونعم الوكيل وما قدر الله حتى قدري إلى هكتير بقوي سبحانه وتعالى هذا نرشي العديد ونقطة ضنكا أي نرشي العديد ونقطة عروتي عاق تهريب ودبر كي يقوليه كليل نرشي وروب مجرو ما هينا كليلي إلى هم يقول نعبي حاشا أدومي زمين ما يفعل الله بعذابكم إلى هم يقول عذاب تجر نبتل قفل الله سبحانه أي نقي ما تتسل إلى الدين أي نقي ما تتسل سبيني وقلبي قي سبحانه وتعالى وربي يبنى آدم إلى ما تلتفت هكذا جيت تودي يوم مقطع أنا خير من التفت إليه عند أبو جيت تروح الكاسة رياي وأنا يبي الله سبحانه وتعالى إذن إذا الله الدومي إلهي الأصل الغفلة إناني غفلة إناني غفلة إناني إن قد دعي من الخطايا وقد أقبلت ألم